بتعمل اير بي ام بتقعد 3 ايام داون تايم، بتعمل كاربون دايكسيد بتقعد تقريبا بتاع 7 ايام او 6 ايام في البيت. ما طيب. تخرجش من البيت، ما تخرجش في الشمس. في الشمس لا، لكن بالليل تخرج عادي. تخرج عادي. طب دي صوره قبل وبعد ولا حاجه؟ بالليل تخرج ما عندهاش مشكله. اتعالجت خلاص. دي صوره قبل وبعد طبعا، شايفينها شايفين طبعاً النتيجه مذهله. اه طبعا دي الحفر اللي بيسيبها حب الشباب. وممكن بيسيبها كمان اثر لاي حاجه، في ناس بتتعور في الشارع وهي ماشيه، بيحصل خناقه، بيبقى جرح او حاجه، بيجيلها سكار. فالفكره كلها مش بس ده، كان حرق على فكره. اه حلو جدا. دي الاستخدامات الاخرى للفراكشنال طبعا. الفراكشنال ليزر مش بس ندبه حب شباب، لا، ندبه مكان عمليه، جروح، حروق، اثار الجروح والحروق، الحروق، الكيلويد مثلا هو بيتعالج بالفراكشنال ليزر. ده الجرح القيصريه بقى. الجرح القيصريه بيعملوا تامي تاك، عارفه برده شد البطن. بتعملي شد لبطنك بس في لسه سكار، فانت عايزه تبقي الدنيا تبقى بيرفكت. يعني حتى لو هم عملوا داخل العمليه الليزر العادي، ممكن بقى تحسني الشكل اكتر، تشيلي العلامه دي. طبعا. طب حلو قوي استخدامات. انا يدي مينيمم كام في المية تحسن في شكل الجرح العمليات؟ انا دايما بقول ان الكمال لوحده يعني. طبعا اكيد. الجرح كلها 80%. حلو 80%. وده حاجه كويسه جدا يعني.